السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم أشكركم جزيل الشكر على تتبعكم ووفائكم لقناتنا بيت الخياطة، وشكرا لكم جزيلا على جيم وعلى البارتاج. إذا غادي ندخل مباشرة في الموضوع ديالنا. غادي ندير اليوم واحد الدرس ديال النايبية لقميص، سواء كان قميص عادي أو فستان يعني، ولكن الموضوع اللي جميل في هذا هو أنني غادي نستخلصه من القب المغربي العلمي اللي يبدعوا فيه سيادنا الصناعية والمعلمين. إذن بحكم أن جميع الأخوات أو الأغلبية ديال الأخوات والإخوة اللي معايا في اليوتيوب أو في الفيسبوك تقول لك أرجوك يا أستاذ مراجعة القب معنا، رغم أنني عملت ثلاثة الخطرات أو أربعة الخطرات في هذه القناة ديال بيت الخياطة، يعني ما كاين باس نرجع معكم ولكن بسرعة، لأنه هو اللي غادي نتخلص منه هذه النايفية. كنت عملتها ولكن بطريقة أخرى، إذا اليوم غادي نعملها بطريقة القب جلابة المغربية والخبايا ديال القب جلابة المغربية، وزال عندنا فيها بزاف إن شاء الله. فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا غادي نشد المثلث ديالي أو أهل على هذا الشكل هذا، غادي نخطط على هذا الشكل هذا قاد الخطة هذا. إذا هذا يمثل لي هنايا، هذا كيمثل لي هنايا، وهذا تحنيكا كما كيقولوا سيادنا الصناعية. إذا العملية كيفاش لقيت هذا الخط هذا، هو أنه الكاتف اللي عندي قد هكذا، الكاتف ديالي فيه 42 سنتيم، وضعت الكاتف ديالي على هذا الحد هذا. إذا من هنا لهنايا 42 سنتيم، 42 سنتيم، يعني داكشي اللي عندي في الكاتف حطيته هنايا. إذا كيفاش غادي نلقى أستاذ هذا السطح هذا؟ غادي نشد 42 نقسمها على 6 تعطيني 7 سنتيم، شحال عطاتني؟ 7 سنتيم. إذا خديت الكاتف ديالي وقسمته على 6 عطاني 7 سنتيم، هاد 7 سنتيم غادي ناخدها ونضربها في 4 إذا 7 سنتيم مضروبة في 4 هي 28 سنتيم. إذا هاد القاعدة اللي كتعطينا أستاذ، واش ديال الصغير ولا الكبير؟ يمكن لك تصوبي بها الصغير، لي مينياتور كلشي تصوبي بها الى عندك الكاتف ديالك، لانه هو الميزان عندنا في الجسم، يعني هو الميزان في الجسم. اذا خديت 42 الكاتف مقسومه على 6 تساوي 7 سنتيم، 7 مضروبه في 4 عطاتني 28 سنتيم، جيت لهنا وحطيت 28 سنتيم، من هنا لهنا 28 سنتيم. اذا كيفاش غادي نستخلص الرقبه ديالي مع القافه؟ غادي ناخذ 42 42 مقسومه على 4 تساوي 10.5. اذا بعد ما لقيت السطح اللي هو هذا في 28 سنتيم، مراجعه 28 سنتيم، اذا من هنا لهنايا 28 سنتيم، جيت وقسمت الكتف ديالي 42 على 4 عطاتني 10.5 سنتيم. اذا هاد 10.5 سنتيم هي اللي غادي نطلع بها من هنا لهنايا، ندير 10.5 سنتيم ونخطط خط على هذا الشكل اللي هو الفاصل ديال الرقبه مع القافه. اذا شحال غادي نوضع استاذ في هذا الخط هذا؟ غادي ناخذ 42 مقسومة على 2 تساوي 21 سنتيم. إذا كلشي هادشي باش نستخلص أن كابغي باش نخدم، باش نخدم ندير به جميع لي كابيشو، ولو ديال كوسمونو، ولو يعني بزاف ديال لي كابيشو. إن شاء الله غادي نناقشها معكم في المستقبل، أشنو غادي نستخلص من هاد القب المغربي اللي هو في المحتوى ديالو يعني رائع 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 جدا. اذا 21 سنتيم عندي من هنا لهنايا، غادي نحدد 21 سنتيم ديالي اللي هو كيشكل لنا ميزان الرقبه. اذا 21 سنتيم هو هذا، ناخذ على هذا الشكل هذا،
اذا لاحظوا معايا مزيان، يعني بغيت انا نخرج من هذا الموضوع في اقرب وقت ممكن، يعني بسرعه. اذا عندي 28 من هنا لهنا، غادي ندير 28 من هنا لهنايا اللي هي هذه، وغادي ناخذ هذا العدد ديالي من هنايا على هذا الشكل بلا ما نعمل له كاع التقويره نقوروها هكذا، لان الا عملت له هكذا رديتو عصري، اما هذا اللي غادي بهذا الخط كيكون بلدي. اذا المسافه قد ما كان فيها الانعراجات ولي غون وهذه كتزاد لي المسافه بجوج سنتيم او 3 سنتيم. اذا الان عطيتكم القب كيفاش يعني والطريقه ديالو، اذا غادي ننتقلوا للتطبيق الان ان شاء الله. اذا بعد ما صوبت القب ديالي ودرت له الهندسه وتراسيتو في كارطون قطعته ودرت هذا، اذا الدرس راه محطوط دابا قدامكم واخا تلفنا الوقت. اذا غادي نطوي الورقه ديالي على جوج ماشي توب الباترون، غادي نشد على هاد الشكل اذا اتفقت معكم قبيله قلت لكم ما غاديش نديرو غون لانه غادي يرجع ليا رومي. غادي نديرو على هاد الشكل نيشان، اذا درتو الباترون الباترون ماشي تو، درتو في الورقة ماشي في القماش. لأن غادي ندير فيه التغييرات، غادي نغير إذا هذا هو القب ديالي على هاد الشكل كيما كتشوفو، ما مشقوقش من هنايا. يعني أشنو غادي نعمل؟ غادي نمشي نطوي عليه جوج ونخيط هنا بلا ماشين ديالي ورجع لعندكم نوريكم أشنو غادي ندير. اذا لاحظوا معايا كيفاش، اذا هو خيط على الشكل هذا، خيط من هنايا على هذا الشكل، اذا ومن هنا ما راهش مشكل. غادي نشد على هذا الشكل هذا، لاحظوا معايا او باردون، ونجيب الميليو ديال هنا من هنا ونعمل هكذا، ناخذ نقطع هذا على هاد الشكل، هانتوما شتو، عطاني موديل اخر بلا هداك اللي بغيت انايا، عطاني موديل اخر، يعني ما حدك انتي كتخدمي القب المغربي وانتي كتعرفي الخبايا ديالو. اذا شوفوا معايا اشنو صنعت على هاد الشكل هذا، اذا هذه المسافه راه عندها علاقه مع الرقابه، اذا عقلوا على هذا الشيء اللي صوبت حتى نوصل للدرس ديالو. ودابا غادي نبدا الفصاله ديال الموديل، اذا انتم كل الله الفصاله. اذا البنات ما غاديش ندير لكم داك الفستان اللي درت في الفيسبوك لان كيطلب 3 متر توب ولا حاجه، اذا اللي هو مهم عندنا في الدرس هو النايبيه. اذا خديت الكورساج ديالي سون بينس بلا لابينس، اذا عندي واحد فيه لابينس وواحد ما فيهش لابينس، يعني لو كاباري هو باش كنخدم، يعني مجموعه ديال الاخوات ما كتبغيش تخدم به ما عرفتش علاش. اذا هذا بلا بانس وهذا بلا لابانس، وفي لي كاباري كنترسي بعض الاحيان هي الخلف عاد كندخل تغييرات على الباترون او تو منين نفصل. اذا هذه لا تاي ستوندار، والطول اللي بغيت هو هذا غير طول عادي باش نعمل غير الدرس. باش نخلي هاد المسافه هادي نحتاجها اما لي مونش ولا النايبيه. اذا غادي نقطع الدرس ديالي. اخوات اللي عاد يخاطوا معنا في القناه تلقاوني كنفصل هكذا، غادي يقولوا السيد راه ما عطاناش الباتروناج ولا حاجه، العمليه ديال يعني ديال الكباري ديال هذا،
ارجوكم ثم ارجوكم والله يشهد، والله ما كنبخرب حتى شي معلومه، راه درت وعاودت درتو غير باش ما ناخذوش الوقت لعباد الله اللي الاخوات منخرطين معايا من يعني من البدايه ديالي جاتهم الروتينيه ملي كنعاود نشرح الكاتيب نقسموا هادي على هادي وهادي يعني باش ندخلوا مباشره للدروس. الله يجازيكم بخير والله يرحم والدين. اذا انا هاد الجبري او هاد الشيء هذا اللي كنفصل به دابا راه درتو في الحلقات الاولى ودرتو عاودتو بزاف، وغتلقاوه بالقواعد وبلي ديتاي وما دخلت حتى شي معلومه، وجزاكم الله عني خيرا. اذا بالنسبه ليا هنايا عندي هذا، عندي النايفيه ديالي واحد المسافه غادي نبغيها تبقى ليا. اذا شحال عندي من هنا لهنايا؟ اذا عندي 42، اذا 42 هي 7، اذا المعادله صحيحه. لا لحقاش 42 باش خدام، هي دوره العنق عندي. وسانتي شويه الا بغيتي، واخا غادي نزيد نحفر بسنتيم في القاعده الاساسيه اللي عملت لكم في اليوتيوب، زدت حفرت بسنتيم باش يكون عندي العنق كبير شويه، يعني كبير شويه. اذا من هنا لهنا كنهبط ب 7 سنتيمات وانا ناقص جوج في الخلف، اذا ها 7 سنتيمات. اذا هنايا استخلصت الامام والخلف، اذا هادي ان بتي بو سيغي بحال بودي، يعني مزير فستان على الجسم لاصق. اذا لي مونش عندي فيهم 24، اذا انتهيت من الموضوع ديالي، مازال ما انتهيتش، غادي نهز الامام ديالي. اذا سحبت الامام ديالي على هذا الشكل، غادي نشد الخلف ديالي على هذا الشكل هذا ونعمل فيه فتحه اللور، هنا يعني غتكون عندي واحد الفتحه في الخلف. اذا الخلف ديالي هذا عندي فيه فتحه، اذا غادي نشوف كيفاش غادي يمكن لي نستخلص النايبيه. عاد نشوف لي مونش، داكشي اللي شاف لي مونش ندير، لان هذا غير درس البنات. غادي نقلب عليه حتى نلقاه فين غادي نعمل الماي ديالي. اذا لاحظتوا البنات كيفاش لقيت الماي ديالي على هاد الشكل، حيدت لافالور ديال الخياطة. اذا استطعتي كاع نحيد هاد لافالور باش ما تديرليش اشكال. اذا حتى نكون وضعتو، لحقاش نقدر نتلف وندير هادي، هاهي شفتها وترجع ليا العكس والعكس صحيح. يعني القب المغربي فيه خبايا، خبايا رائعة 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 رائعة. اذا حنايا كنحاولو نحلو الكود مفتاح سري ديال القب اللي بدعوا فيه زياد المعلمين والصناعيين الكبار المغاربه، وانتم تعرفون الصانع المغربي ما شاء الله عليه. اذا على هذا الشكل، لاحظوا معايا البنات هادي هي الرقابة. علاش فصلت انا هذا على هذا؟ على فالور اجوتي هاد الخياطة باش ما تزيدش عندي هنايا، لانه ما يتقبلش. وغادي نشد هنايا ونردو غون، على هاد الشكل ندير له غون. هنايا غادي ندير علامه، لان يعني هاد البلاصه غادي تخيط ليا مع ديك الفتحه اللي درت باش تزيد تعقد ليا الامور ديال لي درابي اللي غادي يكون عندي في الامام في النايبيه. اذا غادي نشوف واش شاطو ليا لي مونش، لان يعني هذا غير درس دان دوفوار بغيت نشرح لكم وبغيت نبارطاجيه معكم. اذا الان البنات غادي نفصل لي مونش ديالي ودي تلاصقين، يعني غادي يكونوا لاصقين على المانكين.
وليمون شبودي كيكونوا محفورين بزاف. انا غادي نشد لي زيبينغل ديالي كيجيو بحال موش دو باز يعني كم الرئيسيه. اذا قلنا عندنا 24 في الكم يعني المسافه اللي بغيت في الطول ديالي وضعتها على هذا الشكل. اذا جوج اليدين اللي عندي اذا غادي نقلب على 24 سنتيم ونعمل الحفير على هذا الشكل كالمعتاد. يعني مونش بودي كتكون غارقه لداخل باش كتعطينا لي ميزور او المقاسات الحقيقيه نتاعنا. اذا ميدلو توب درت فيه حاله ولا نعملو مونش بودي كرواكار اللي هي يعني وصلة حتى لهنايا ولكن غادي تعطينا لا مونش ديالنا كي بغينا ان شاء الله. اذا الدرس ديالنا هو النيفيه ماشي لكم لان لكم درت الدرس ديالو عاودتو عدد كبير من المرات يعني وكانت الرغبه ديال الاخوات المتتبعين ديالي هاد القناه اللي كنعتبروها مدرسه بالنسبه لنا. اذا فصلت الكم ديالي فصلت الامام فصلت النايفيه. اذا هذا الكم ديالي النايفيه الامام والخلف ما بقى لنا. اذا هذا الخلف ديالي وهذا الامام. اول حاجه غادي ندير هو نخيط الكتف الكتف مع الكتف. اذا معتاده هذه القضيه عندكم ونخيط اليدين وعاد نهضروا على هادشي اللي غادي نعملو هنا. قبل ما نخيط الكتف البنات غادي نعمل السيرجي للنايفيه. البنات انا عملت السيرجي على هذا الشكل النايفيه ديالي العاديه ها هي و الرقبة ديالها. اذا هذا الموضوع انتهينا منه ولقيت الكتاف ديالي ديال الارتيكل ديال الموديل ها هو الفتحة اللي درت في الخلف. اذا هاد المسائل مفهومة يعني القناة ديالي كنخيط فيها وكنمونطي الكتيف في عدد من مرة شبه 100 حلقة وانا كنمونطي الكتاف ديالي. اذا شوفوا شنو عملت زيت واحد الشريط على قد هذا باش ندير به لا ديالي لونغ لا ديريت باش ندير بها هذيك اللي غادي تشد ليا الصدفه. كنصنعو في الاول باسونت ومن بعد كنقلبوها وكنردوها ديريت. اذا كنقولها بالدارجه ديال الطيور اللي تعلمناها من عندو. اذا غادي نشدها على هذا الشكل نحدقها نشد طرنوفيس عادي ونقلبها هلا كنقلب مصارمني. باش ندير فيها البوطونيير اذا غادي ندير ليها على هذا الشكل خياطة تكون في الوسط ونديرها هكذا ونعمل هكذا يعني ونخيطها غير هنايا في البلاصة هادي على هذا الشكل. اذا كنديرها حتى في جيب الباسبول في الخلف ديالو باش نزيد نوضح للبنات اللي هما يعني مهتمين بالخياطه. وكنشد كنخلي لا فالور فين غادي تدخل ليا البوتونيير. اذا الاستطاعات كديريها غير بالخيط ديال الكوردون باش كترزي وباش كتحبكي. اذا ها هي انتهيت من لا ديغيت ديالي. اذا لاحظوا معايا البنات هذه هي الفتحه اللي درت في الخلف اللي غادي تكون عندي في الرقبه في القرف. هذا هي هذه الباسونت ديالي شوفوا كي دايره. هذا هو الظهر ديالها حطيتها هنا لان غادي نخيط معها النايفيه هنا ومنين نقلبها خاصها تجيني هكدا على هذا الشكل. اذا غادي تجيني هكدا يعني ما تجيش معيقه كبيره. غادي نخيطها على حسب لا فالور اللي بغيتها انايا. اذا نخيطها من الداخل انتما وغادي نشد ونخلي لا فالور فين غتدخل ليا زرة او بوطونيه. اذا لا فالور دو لا كوتير 1 سنتيمتر. اذا انتهيت من هذه
لاحظوا معايا اشنو عملت. اذا بعد ما لصقت لا دي غير تخليت سنتيم د الخياطه هنايا اللي غادي نلصق معاه المايبيه. اذا عندي هذا على هذا الشكل، هذا هو الامام ديالي، هذا الامام وهذه الرقبه وهذه هي الفتحه اللي عندنا هنايا على هذا الشكل. غادي نشد المايبيه ديالي وغادي نخيطها بالطريقه، هذا هو التوب ديال الوجه ديالتو، غادي نخيطها من هنا باش نقلبها هكذا باش تغطي ليا هاد الفينيسيون هادي لان غطيح عليها. غادي نجيب النايبيه ديالي اللي هي على هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا كنا عملنا كرانه هنايا، ملي كترجعي الفيديو من الاول كتلقاي هاد الكرانه هادي. اذا انا هاد الكرانه خاصها تجيني على هاد الشكل هذا ونخيط هكذا. اذا لاحظي معايا هذا الوجه، هذا الظهر وهذا الوجه ديالتو، الا مشيت قلبته هكذا على هذا الشكل، على هذا الشكل غادي يعطيني الوجه ديالو مع الوجه الثاني الاخر اللي كاين هنايا. اذا غادي نشوفو ونتوكلوا على الله. اذا الكرانه هذه كما تشوفوا ها هي، خليت واحد المسافه هي اللي غتقوم ليا بالدور باش غادي تجر ليا النايبيه باش تعطيني لي درابي. اذا انا متيقن واليقين عند الله سبحانه وتعالى بان الفتحه ديال في هنايا غادي تجيني مع هادي مباشره. اذا غادي ندير هنايا خدمه ديال المعلمين او ديال لي بروفيسيونيل. انت يا كمبتدئه ما بغيتيش تفتقي وتعاودي تفتقي، ارجوك ثم ارجوك ديري فوفيل او ليزي بانجل الا بغيتي تسرعي خدمتك، ما تديهاش فيا. لاحظوا معايا خاصها تجيني، انا وصلت للخلف ديالي على هذا الشكل. اذا وصلت الرقبه، لاحظوا معايا اش غادي ندير. ها انتوما درت هكذا وانا نهز الطرف هذا الثاني ديالي اللي هو هذا، شوف ما شديتوش. اذا غادي نحاول نشدو لان الكرانه كبرتها بالغت فيها الا لاحظتو، غير باش تفهموا كبرتها يعني باش تكون واضحه في الكاميرا. لاحظوا معايا مزيان. اذا جيت لهنايا خليت لي برا رشقت على هذه الطريقه هذه وقلبت على هذا الشكل هذا، جبتو شايت ليا سنتيم من النايبيه على الفتحه ديالي. اذا غادي نمشي للجهه الثانيه نتاعي اللي هي هذه. اذا الجهه الثانيه ديال الفتحه ديال القرف هذا او القافه هي هذه. غادي نهز الصباط ديالي ونجي الفتحه ديالي اللي عملت في الاولى غادي نعمل في الثانيه على هذا الشكل. اذا القليه الا نخرج دوك لي كوان ديالي هاد القناه هادو، شفتو ديال الفتحه اللي عملنا في الخلف على هذا الشكل. الجهة الثانية على دي غيت ديالي، شتو اللي غتكون عندها علاقة مع هنايا فين غادي تكون لنا العقدة ديالنا أو الزرة ديالنا. إذا نقلب الموضوع الموديل نشوفو كي ولا. إذا هادي هي النايبية ديالي، شتوها كي دايرة على هاد الشكل. الخلف ديالنا هو هذا اللي خرج منو هاد القنيت وهاد القنيت، خصنا نعملو له العقدة هكدا باش تعطينا النايبيه ديالنا على هذا الشكل. اذا عملت سيرجي هنايا خصني نطويه، ندير له طيه على هذا الشكل هذا. الا بغيتي ديري طيه ديريها، ما بغيتيش كنتي دايره توب ميلانو ولا نبرتي لوفو ولا حاجه، بلا ما ديري له سيرجي يكون عندك داك المقص ديال الاسنان موجود في الاسواق وقطعيه. اذا البنات المبتدئات كنصحكم ديما ديروا الفوفيلاج. عندي هاد التوب كيترولا يعني كيدور، اذا لاحظوا شنو غادي ندير في الراس ديال القبض الجلابه المغربيه التحتاني فين كتلصق النواشه نوشه ولا حاجه. شوفوا
الصوفي كي غادي ندير له اللي نشدو على هاد الشكل. لابد يعطيني هذا الراس هذا الجميل انا على هاد الشكل ونشد مباشرة. اذا كنخيط الجانب ديال المايفي ديالي إذن البنات الدرس اللي عندنا هو المايفية. غادي نلصق الكم ما غاديش نصغرو لان لصقتو وعاود لصقتو عدد كبير من المرات. إذن باش نخيط الكتف ونخيط الجانب ونخيط الكم يعني هذا الموضوع هذا تناولتو عدد كبير كبير من المرات في القناة ديالي يعني باش ما يجيكمش الملل. يعني الدرس اللي عندي مهم اليوم هو المايفية. اذا انتهيت من الموضوع ديالي غادي نلصق اليدين وغادي نوضعها على المانكين ونشوف اشنو عطانا. اذا غادي نلصق اليدين وغادي لان اليدين قلت لكم راه لصقتهم وعاود لصقتهم وخيط الجانب ومونطيت اليدين يعني عدد كبير من المره في قناه بيت الخياطه اللي هي هاد القناه هذه. اذا كنعتذر اخوات اللي دخلوا جداد يرجعوا للمواضيع الاولى الا كانوا مبتدئين وغادي يشوفوا الموضوع كي داير في الخياطه كي كنخيط لكم وراه خيطو بليزير فوا. كنعاود نجدد الاعتذار ديالي البنات نسيت ما قلت لكمش باننا غادي نخيط هاد الخياطه اللي درت هنايا اللي دورت هاد الرقابه على هاد الشكل هاد الشكل هاد الشكل. غادي ندير فيها لي كرونت ديالي نكرانيها يعني على هاد الشكل وندير خياطه سيغ بيكيغ من برا. اذا هذا كيتعلق بالنايفيه على داكشي علاش رجعت عنده باش ندير هاد الخياطه. ملي كتقلب النايفيه كتقبل لينا هاد الوسخ هذا خلي فيه سنتيم باش يشد البيكاج. اذا غادي نخيطو من الداخل ما بغيتش الخياطه تبان ليا برا لان يعني خيط النايفيه ديالي وما كانش عليا نخيطها وندير فيها شي حاجه زوينه عارف شنو غادي تصنعوا بها فهاد الحاشية هادي اللي خيطت بهاد الطريقة هادي. نتوما غادي ديرو السيرجي ولا تحبكوها ولا ديرو البيي ولا ديري اللي يعجبك. يعني انا عطيتك القاعدة الأساسية اللي هي مهمة وكملي انتيا الله يكمل علينا جميعا يا ربي امين. كتعرفي النساء الحاذقات يعني راهي يصنعوا العجب تبارك الله ما شاء الله في الديكوراسيون ما شاء الله ما شاء الله. اذا غادي نخيط اليدين وغادي نوريها لكم في المانكا بإذن الله. اذا هذا هو الموديل ديالنا على هذا الشكل هذا وزدت له هذه النوشه خيطتها له غير بهذه الطريقه هذه وهنايا درت له عقده شتو كي داير على هذا الشكل هذا. اذا غادي نعملوه في المانكا ونشوف. اذا التلصاق ديال اليدين وجمعت لي كوت راه معتادين عليهم وموالفينهم. اذا غادي نشوف الموديل ديالنا على المانكي. اذا النتيجه الاخيره امامكم كما كتشوفوا يعني اذا هذا هو الموديل اللي عملنا كما كتشوفوا. بغيتي تنقصي في الطول ديالو نقصي، بغيتي تعرضي، بغيتي ديري له اي حاجه ديريها له انت والاختيار ديالك. تلقاي العنان الابداع ديالك. اذا القب ديال الجلابه المغربي كله كيحتوي على اسرار يعني اسرار بزاف ومازال ان شاء الله غادي نكشفوها باذن الله العلي القدير. اذا الموديل عجبني بزاف. انا شفتو في واحد الموديل فستان الاخوات اللي معايا في الفيسبوك وكان عليه تصويت يعني بعده بعده ما عمرني وصلت للجيم 200 200 وشي حاجه داروا لو جيم واضطريت بانه لفت الانتباه ديالهم وما قدرتش يعني نخليه لي فان ديالي او المتتبعين ديالي او التلاميذ كما كنعتبرهم يعني بلا ما ندير لهم هذا الموديل. وكنت درته بطريقه اخرى ولكني درته بالقب الجلابه المغربيه اللي كيحتوي على عده اسرار في الخفايا ديالو الجميله. اذا باذن الله غادي نحلوا ذاك الكود ديال القب الجلابه المغربيه. اذا الى اللقاء وشكرا لكم جزيلا. هذا اللي هاد كول نايفيا اللي كنهديه لكم جميعا اينما كنتم وشكرا لكم جزيلا على
التعليق ديالكم وعلى تتبعكم المدرسة ديال بيت الخياطة جوج. كنشكركم جزيل الشكر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. يعني هذا الموديل كما نقولوا بالمغربية هبلني. يلا بسلام عليكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، وشكرا لكم جزيلا على التعليق الجميلة والرائعة. شكرا لكم، شكرا.